أعزائنا مشاهدي الفضائية التربوية السورية، أحبتنا طالبات وطلاب الصف التاسع الأساسي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسرنا أن نقدم لكم ندوة تعليمية تربوية حول مادة التربية الوطنية المنهاج الحديث لطلاب الصف التاسع الأساسي، وسنتحدث في هذه الندوة اليوم حول الدرس الثالث والرابع من الوحدة الثانية الوطن والمواطن. ويسرني أن يشارك معي في هذه الندوة الزملاء المدرسين، الأستاذ وضاح الحسيني مدرس في تربية دمشق، أهلا وسهلا فيك أستاذ وضاح، وأيضا الزميل الأستاذ مصعب العقاب مدرس في تربية درعا، أهلا وسهلا فيك أستاذ مصعب، وأهلا وسهلا فيكم شباب بندوتنا اليوم. بتمنى نحن أنه نحن نوضح الدرسين لأحبتنا الطلبي ويكونوا مساعدين لهم في فهمهم لأفكار هذين الدرسين، ونبدأ معهم بتوضيح الأفكار. نحن هي الندوة الرابعة حول الكتاب الصف التاسع الأساسي، يعني نحن جزأنا كل واحدة لندوتين، وعملنا وضحنا كل شيء، وموجودين على موقع وزارة التربية، وموجودين على موقع الفيس للتربوية السورية. في طلاب أحبتنا اللي بيحب يستفسر عن شغل أي معلومة، إذا بيرجع لهم ممكن يشوف المعلومات اللي موجودة فيهم. نحن بالندوة الأخيرة تحدثنا عن الدرس الأول والدرس الثاني في الوحدة الثانية. عندنا درسين، نحن الهوية الوطنية والإدارة المحلية. بداية نحن حنبدأ أستاذ مصعب معك من درس الهوية الوطنية، نوضح، يعني أنا دائما عم نركز على نوضح الصورة، قراءة الصورة لأبناء سورة، نقرأ الصورة يعني نفسرها أكثر، ممكن يقول الطلاب إنه شو هي الصورة، كم شخص موجودين، وهني نحن كاتبين له نحن أبناء سوريا الوطنية، أكثر من هيك هوية الوطنية فقط، فنفسر له هذا الكلام لحتى يعرف الطالب إنه شو المقصود في الهوية الوطنية. نعم أستاذ سامي، بداية عنوان درسنا هو الهوية الوطنية، وهو درس الثالث في الوحدة الثانية الوطن والمواطنة. لدينا صورة فيها مجموعة من الأشخاص الذين يمثلون أطياف المجتمع السوري بكافة شرائحه، يعني نحن قاصدين في هالصور أطياف المجتمع السوري كاملة. كاملة. كاملة بمختلف شرائحه ومكوناته. هؤلاء الأشخاص تجمعهم رابطة واحدة، وهي رابطة الانتماء إلى الوطن سوريا. نعم. فجميعهم هم أبناء سوريا، وتجمعهم هوية واحدة، يعبر عن تلك الهوية بعدة رموز وطنية، أبرزها العلم السوري، النشيد الوطني، نعم، الجيش السوري، العملة، وغيرها 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 من الرموز الوطنية التي تعبر عن الهوية الوطنية. في هذا الدرس سنتناول مفهوم الهوية الوطنية وعناصر الهوية الوطنية وأثر أهمية الوعي بالهوية الوطنية والالتزام بها، وأيضا التحديات التي تواجه الهوية الوطنية. ولدينا كلمات جديدة في هذا الدرس، الهوية الوطنية ورموز السيادة الوطنية. نعم. يعني نحن خلال هذا الدرس في عنا شغلتين جداد على الطالب، شو هي الهوية الوطنية، وضحناها فسرنا شيء ونرجع نوضح مفهومها، وأيضا رموز السيادة الوطنية، سيادة الوطن، هناك شيء رمز يثبت أن هذا الوطن هو سيد، لا يوجد عليه سيطرة أو تبعية إلى أحد. ما المقصود في الهوية، مفهوم الهوية الوطنية؟ قبل أن نعرف الهوية الوطنية، لدينا قصة شاب عمار، وهو من الطلاب المتفوقين الذين نجحوا في الأولمبياد السوري، وذهب ليمثل سوريا في الخارج وفي الأولمبياد العالمي، تعرف على مجموعة من الأشخاص المتسابقين، وكل أخذ يعرف عن نفسه ويقدم المعلومات عن نفسه وعن وطنه. إذن هناك الهوية، هوية شخصية يعبر فيها الإنسان عن مكنوناته وصفاته وعن ذاته، نعم، كالاسم، النسبة، العنوان، التاريخ، المستوى التعليمي، وأيضا لدينا يعرف بوطنه، وأهم الرموز الوطنية التي تعبر عن انتماء لذلك الوطن، كالعلم واسم الدولة والعلم والنشيد الوطني
وكذلك يعرف ب شعار الدولة. شعار الدولة وموقعها واللغة التي تتحدث فيها. لدينا في سوريا الدولة هي الجمهورية العربية السورية، والعلم هو العلم السوري، النشيد الوطني حماة الديار، الموقع سوريا تقع في الوطن في وطن عربي وفي قارة آسيا، لغتنا عربية، العملة الوطنية هي الليرة السورية ونعتز بهذه الليرة السورية، تاريخ الاستقلال في 17 نيسان عام 1946 وثقافتنا هي عربية شرقية والجنسية التي يحملها أبنائها هي العربية السورية. في هذا الدرس أستاذ بسام من تركنا هذا النشاط للطالب ليعبر وهو يكتب المعلومات التي تخصه وتخص وطنه كمقدمة للوصول إلى تعريف جامع للهوية الوطنية والتي يعبر عنها بأنها مجموعة من الخصائص التي يشترك بها أبناء الوطن الواحد وتميزه عن غيره من شعوب العالم، وتتمثل هذه الخصائص في اللغة، العادات والتقاليد، وفي المصالح المشتركة والرموز الوطنية. إذا هذه الخصائص هي تميز الهوية الوطنية، تميز نعم. كل شعب عن الآخر نعم. من خلال الرموز التي توجد في هذا البلد. نعم، يعني نحن حاطين هذا النشاط في الكتاب ومنظهر على الشاشة الهوية الشخصية والهوية الوطنية وجهة لهوية واحدة هي الهوية الوطنية. يعني نحن عطينا له قصة عمار نعم. اللي شارك في الأولمبيات، والطالب بده يقوم يعمل مثل ما عمل عمار يعرف عن هويته الشخصية انه اسمه واسم ابوه واسم امه وتاريخ ميلاده وعنوانه والمستوى التعليمي، انه انا طالب صف تاسع اساسي بيكتب كل هاي المعلومات هويته، ولكن هويتي الوطنية السورية أن الدولة الجمهورية العربية السورية وهذا علم سوريا والنشيد الوطني لسوريا، شعار الدولة، موقع سوريا أين تقع فيه أي قارة وموقعها في العالم وفي الوطن العربي، وأيضا تاريخ استقلالها والعملة واللغة يعني وضح يقدم معلومات كاملة. يعني هاي المعلومات اللي نحن هلأ ظاهرين على الشاشة لما بيجري هذا النشاط يعرف معنى الهوية الوطنية. يعني المقصود نحن يعني منعرف زملائنا المدرسين وحبتنا الطلبي انه نحن كثير مهم انه نحن ان يعرف الطالب المعلومه الماده العلميه من خلال نشاط يقوم به داخل الغرفه الصفيه لفهم هذه المعلومات ومعرفتها. كيف ما اجى سؤال عليهم بيعرف يجاوب الطالب وبيعرف ما المقصود في الهويه الوطنيه. شكرا استاذ مصعب. استاذ وضح يعني احنا حكينا ما هي الهويه الوطنيه، وضحنا مفهوم الهوية الوطنية، الآن ما هي العناصر التي تقوم عليها هذه الهوية الوطنية نحددهم لأحبتنا الطلب. طبعا بداية أعزائي الطلاب وأسعدتهم، عناصر الهوية الوطنية تتألف من عدة عناصر. نبدأ أولا باللغة والتي تعتبر أهم العناصر، كون اللغة هي أداة التفاهم بين أبناء الوطن الواحد، وهي بمثابة الوعاء الذي تنصهر فيه جميع إنجازات الأمة، وهي بمثابة حياة الأمة. ولذلك نلاحظ بأن المستعمر أكثر ما استهدف اللغة كونها هي أهم المكونات وهي أهم عناصر الهوية الوطنية. طبعا كما قلت بأن المستعمر التركي مثلا تبع سياسة التتريك والفرنسي تبع سياسة الفردسة، فهي أهم العوامل. العامل الثاني وهو الموقع الجغرافي، الموقع وهو أرض الدولة، موقع أرض الدولة وحدود الدولة. فطبعا ذكر زميلي عقاب قبل زميل مصعب عقاب قبل قليل بأن الدولة لها موقع محدد ولها حدود معينة تتميز بها عن باقي الدول. كذلك الانتماء الوطني، الانتماء هو شعور بالارتباط بالوطن والاستعداد للتضحية في سبيل هذا الوطن، وطبعا هذا ينتج عنه أداء الواجبات بدقة وإتقان، وكذلك الالتزام بالحقوق المنصوص عليها في الدستور. كذلك التاريخ المشترك، وطبعا التاريخ هو تاريخ الأجداد، هو كل ما مر على تاريخ أجدادنا وهو مختلف الحضارات التي تعاقبت على أرض سوريا. فكما نعرف أن أقدم الحضارات في العالم قامت على وادي الفرات ووادي النيل، ونحن جزء من حضارة وادي الفرات، فإذا قامت ممالك كثيرة وحضارات كثيرة في تاريخ سوريا. أيضا الثقافة هي مجموع الإنجازات المادية والإنجازات الفكرية التي حققتها سوريا عبر تاريخها الطويل. أيضا الرموز الوطنية
أيضا ذكر قبل قليل بأن الرموز هي العلم الوطني والنشيد الوطني وكذلك الجيش وكذلك شعار الدولة، سنتكلم عنها بعد قليل بتفصيل أكثر. العملة الوطنية طبعا لكل دولة عملة تمتاز بها، تقوم الدولة بصكها وهي تعتبر جزء من مميزات وسيادة الدولة وجزء من عناصر الهوية الوطنية. نعم. أيضا لدينا توضيح أكثر لبعض هذه الرموز كالعلم والنشيد والشعار والجيش. فمثلا العلم العربي السوري كما نعرف هو الراية التي تمثل الدولة، طبعا لكل دولة راية تمثلها وتختلف عن باقي الرايات في العالم، فإذا هو رمز للاعتزاز بالدولة، هو رمز لهذه الدولة. بالنسبة للنشيد الوطني طبعا نحن نقوم باحترام هذا النشيد والوقوف باستعداد أثناء ترديد هذا النشيد. طبعا هذا النشيد تم كتابته في عام 1936، طبعا هذا كان عام طبعا حساس في تاريخ سوريا، عام الإضراب الستيني وعام توقيع المعاهدة مع فرنسا في عام 1936، والذي كان طبعا في النهاية مشروع معاهدة لم يوافق عليه الاستعمار، فإذا هي كانت فترة الحماس والثورة، لذلك تم كتابة هذا النشيد. طبعا قام بكتابته تماما خليل مخدم بيك، وأكد فيه طبعا على عدة قضايا. نلاحظ مثلا في تفصيل النشيد يبدأ بتحية لحماة الوطن وهم الجيش السوري طبعا، وقبل ذلك لم يكونوا باسم الجيش وإنما كانوا ثوار في ذاك الوقت على الاحتلال الفرنسي طبعا. ثم يتطرق إلى موضوع الإشادة بماضي أجدادنا وماضينا السوري العريق، أيضا يقوم بالإشادة بالعلم والتغني بالعلم السوري كونه كما قلنا هو أهم رموز الدولة. بالنسبة لشعار الجمهورية العربية السورية، نحن دائما نقول الشعار هو النسر السوري، ولكن بتفصيل أكثر لهذا الشعار، الشعار يتألف طبعا إذا رأينا الصورة، الشعار يتألف من الترس، وهذا الترس هو شكل عربي لهذا الترس، طبعا بداخل هذا الترس يوجد العلم السوري، طبعا هذا العلم يحمله النسر السوري والذي نسميه العقاب، طبعا دليل على القوة، النسر الجارح طبعا دليل على القوة، وفعلا تاريخ سوريا دائما تاريخ قوي. كذلك هذا العقاب يقوم بمخاربه برفع راية كتب عليها الجمهورية العربية السورية، وفي أسفل هذه الراية تحتها يوجد سنبلتين للقمح وهي رمز الخصب والعطاء، فتاريخ سوريا كان منذ القديم رمز الخصب والعطاء. نعم. بالنسبة للجيش العربي السوري طبعا هذا المؤسسة الوطنية التي تقوم بأداء مهامها داخل حدود الدولة وعلى حدود الدولة لحمايتها من أي اعتداء، أما داخل حدود الدولة فنلاحظ بأن الجيش الوطني يقوم بالمشاركة في جميع المهام التي تطلب منه، يعني إلى جانب المدنيين فهو جزء من الشعب يعني. نعم. وأذكر مثال بسيط، عندما حصلت الحرائق في الساحل السوري منذ أيام كان للجيش السوري دور كبير في المساعدة في أطفاء هذه الحرائق، فإذا نحن نلاحظ أن الجيش السوري طبعا هو جيش من الشعب وللشعب بنفس الوقت، ولذلك له مهام داخل الدولة وله مهام على حدود الدولة في حمايتها من كل اعتداء. يعني نحن حددنا عناصر الهوية الوطنية. نعم. يعني نحن عناصر الهوية الوطنية السورية، وشارحين له شو هي، شو المقصود في الجمهورية العربية السورية، علم النشيد الوطني كيف انكتب وليش انكتب وإلى ماذا يرمز، أيضا العقاب النصر إلى ماذا يرمز، وبالإضافة إلى الجيش العربي السوري، وحددوا أن اللغة لغتنا الأساسية هي اللغة العربية. نعم. والموقع الجغرافي لسوريا هو الانتماء وحدود الدولة السورية، الانتماء الوطني حبنا لوطننا انتمائنا له كأفراد في هذا الوطن، تاريخنا المشترك منذ القديم حتى الآن التاريخ العربي، وأيضا ثقافتنا وفكرنا ومفاهيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وكمجتمع عربي سوري، بالإضافة إلى رموزنا الوطنية اللي هن العلم والنشيد وانتمائنا له، وعملتنا الوطنية اللي هي الليرة السورية. أستاذ، يعني استنادا إلى تشكل الهوية الوطنية، أحدد بعض السمات التي
تتميز بها هويتنا الوطنية. فينا نحدد مثلا بعض يعني هلا الطالب هون هذا النشاط من خلال يفهم فهمنا لهذوك نحدد هاي السمات، يعني شو بتتميز الهوية الوطنية، الموقع الجغرافي، اللغة، العملة النقدية، بعض رموز السيادة، يعني موجودين بالنص لكن بده يرجع الطالب يحددهم. ممكن أستاذ وضح؟ نعم طبعا. بالنسبة للموقع الجغرافي كما ذكرنا، أين يقع، أين تقع سوريا؟ تقع ضمن الوطن العربي، في أي قارة؟ في قارة آسيا مثلا. لا. هذا بالنسبة للموقع. بالنسبة للغة، اللغة العربية. بالنسبة للعملة النقدية طبعا الليرة السورية. نعم. بالنسبة لبعض رموز السيادة الوطنية كما ذكرنا قبل شوي، العلم والنشيد وكذلك الجيش. لا. والشعار. من الانتصارات التي حققتها سوريا في تاريخها طبعا الانتصار مثلا على المستعمر العثماني. نعم. والحصول على الاستقلال ب 1918، الانتصار على الاحتلال الفرنسي والحصول على الاستقلال ب 1946، وكذلك القيام بحرب تشرين والانتصار على الصهيونية. فإذا هذه من ضمن الانتصارات. نعم. أهم الإنجازات الحضارية التي قدمتها سوريا عبر العصور، اختراع الأبجدية في أوغريت، وهي أول أبجدية. نعم. في العالم. طب يعني إذا الطالب مثلا، يعني هون في كتير طلاب يعني شاطرين وعندهم اهتمام أكتر، بيجي بيسألك سؤال تاني، يعني بيقول لك أستاذ طب أنت قلت له اختراع الأبجدية مثلا. نعم. بيسأل بجوز في شيء نحن أوجدنا الحضارة، البناء مثلا. نعم. الحضارات القديمة، مملكة تدمر أو أي إجابة تدل على يعني الإنجازات. يعني صحيح. نحن أنه ما يعني لا يرتبط فيها الإجابة، لا يرتبط بإجابة محددة. ليش بهمنا كتير؟ فقط نحن من خلال هذا النشاط يؤكد المعلومات الأساسية اللي موجودة، اللي هن عناصر الهوية الوطنية في المجتمع. يعني كتير مهمنا نحن أنه نفهم هدول الأفكار من خلال النشاط اللي نحن أقمنا، لنعرف هاي المعلومات ونفهم هاي المعلومات ونرسخها في أذهاننا. شكرا. نعم. أستاذ وضح، أستاذ مصعب، يعني نحن حكينا شو هي مفهوم الهوية الوطنية، ما هي العناصر التي تتكون منها الهوية الوطنية. الآن في عنا دور المواطن في الحفاظ على الوطن الوطني والاعتزاز بها، بس لكن هون في قول للسيد الرئيس بشار الأسد يقول الوطن هو الانتماء، والانتماء يعني ثقافة، وبالتالي الانتماء والثقافة كلاهما يشكل الهوية، عندما يكون انتماؤنا واحد يكون وطننا واحد. يعني كتير مهم الانتماء، الانتماء الوطني، أن نكون في انتماء واحد. إذن كتير عامل مهم أنه نحن نفهم هاي الأفكار، فبيكون يتعزز عندي بداخلي الانتماء إلى هذا الوطن. إذا دور المواطن في الحفاظ على الهوية الوطنية شو دوره؟ هناك عديد من الأدوار والواجبات على للمواطن السوري تجاه هويته. الواجب الأول هو الشعور دائما بالرضا تجاه القيم الإيجابية والأشياء الإيجابية، والاستياء والرفض لكل ما يضر في مصلحة الوطن. إذن هذا الواجب الأول. الواجب الثاني التأكيد على الهوية الوطنية والتمسك بها قولا وفعلا وسلوكا. نعم. يعني مثلا شراء منتجات وطنية، من المهم جدا أن الإنسان يعبر عن هويته الوطنية من خلال إقدامه على شراء المنتجات الوطنية. نعم. أيضا دعم العملة الوطنية ودعم الليرة السورية، والحفاظ على التراث الإنساني الوطني. كما ذكر الأستاذ الضاح أن سوريا هي مهد الحضارات، وتعاقبت عليها حضارات أنتجت تراثا وطنيا، ومن واجبنا الحفاظ على هذا التراث ومنع الآخرين من الاعتداء عليه وتخريبه. أيضا لابد من تغليب الانتماء الوطني إلى الوطن سوريا على أي انتماءات ضيقة فرعية. نعم. لأن نحن جميعا أبناء سوريا وننتمي إلى هذا البلد. نعم. تجمعنا روابط وطنية، تجمعنا المحبة، التعاون والمصلحة المشتركة. أيضا على المواطن إقامة العلاقات مع كافة الفئات ومكونات المجتمع السوري وتعزيز تلك العلاقة بما يحقق المصلحة الوطنية. نعم.
هذه بالنسبة لواجبات المواطن تجاه هويته الوطنية. أما واجباته تجاه الهويات الأخرى وأبناء الذين ينتمون إلى الهويات الأخرى، أولا احترام الهويات الأخرى حتى الآخرين يحترموا هويتنا، وعدم المساس. اثنين، الانفتاح على الآخرين والاستفادة من تجاربهم، شرط أن لا يكون ذلك على حساب هويتنا الوطنية. هذا شرط أساسي. أيضا التمسك بالهوية الوطنية والحفاظ عليها في وجه أي محاولة تحاول النيل من هوية وطنية وطمس تلك الهوية وطمس حضارتنا. أيضا الوقوف في وجه السياسات الدول الاستعمارية المعادية التي تحاول دائما استغلال سوريا واحتلالها والتدخل في شؤونها، ومن كل ذلك من أجل تفتيت الوطن السوري. ومن واجبنا نحن كأبناء سوريا الدفاع وبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن هويتنا والحفاظ على وحدتنا الوطنية. الحفاظ على الوحدة كثير يعني مهم هذا الكلام. يعني نحن في الناس مواقف، يعني في موقف بتتخذه بلحظة ما يعزز الانتماء الوطني، يدعم الانتماء الوطني، وهذا ما نريده من فهم هذا الدرس. انه نحن شو انا واجب المواطن تجاه هوي هذه الهوية انا كفرد، شو واجبي وواجبي تجاه الهويات الاخرى المختلفة في علاقتي معها. اذا عندما انا احترم هويتي واحب هويتي وانتمائي واحترم الاخرين فيصبح واقع متميز وواقع عامل إنساني مهم، وتنتفي فيها الظلم والاضطهاد وهضم الحقوق وغير ذلك. يعني نحن عاملين له نشاط للطالب أنه يحدد شو هي مشاعره ودوره تجاه المواقف السياسية الآتية. يعني محددين لهم شو هو شعوره وشو الموقف أو الدور اللي لازم يقوم فيه إذا انوجد. نحاول إن يعني نوضحهم، يعني ربما الطالب يكون عنده أفكار أخرى، ولكن نحن نحكي أفكارنا اللي ممكن تجاه هذا النشاط. نعم، مثلا ترديد النشيد الوطني. نعم، الشعور الإنسان يشعر بالاعتزاز عندما عند سماع نشيد الجمهورية العربية السورية. نعم، وتعبيرا عن ذلك نقف احتراما بلا شعور، نقف احتراما لسماع ذلك النشيد. إذا الشعور هو الاعتزاز، والموقف هو الوقوف باحترام. يعني كثير مهم هذا الأمر، ونحن حاطينه يعني كثير، وأنه لما بسمع النشيد الوطني يجب أن أعتز بهذا النشيد، أن أقف دوري موقفي، أن أقف خاصة بالمدرسة. يعني كل بالإسلام مرتين، بأول الدوام وبنهاية الدوام في هذا النشيد للجمهورية العربية السورية. يعني كتير مهم أنه أنا أقف باعتزاز، ليس لأنه والله المدير عصب علينا أو عيط أو الموجه اللي واقف منيع أو لا. الهدف هو احترام لذاته، احترام لنفسه. عندما أنا أحترم نفسي أحترم ذاتي، إذا أحترم وطني وأحترم هذا الرمز الوطني. نعم، المساس بالرموز الوطنية، المساس بالرموز الوطنية الشعور رفض والاستياء. والموقف والدور هو الحفاظ على تلك الرموز والاعتزاز بها. نعم، يعني هناك قد تكون هناك إجابات أخرى للطالب، لكن نحن نحكي بشكل العام. نعم، يعني نترك بقية للطالب. يعني حتى يبدأ الإجابات أساس بالرموز الوطنية عنده شعور الواحد يعني رفض، بيقول لك أنا برفض، أو أنه ما بجوز يعني يكون موقفه مختلف غير الرفض، أي موقف بيتخذه، ولكن تجاه هذا دوره أن يكون هو فاعل بأن يحافظ على هذا الرمز الوطني. الاعتداء على أرض الوطن طبعا الرفض تماما، والموقف يجب أن يكون هو الدفاع والانخراط في مع الجيش العربي السوري للدفاع وحماية الجمهورية العربية السورية. نعم، تمثيل سوريا في المسابقات العالمية العلمية والرياضية والمؤتمرات الدولية، يجب أن يشعر الإنسان بالفخر لأنه يمثل بلده سوريا. والموقف أو الدور الذي يقوم به الحصول على المراكز الأولى
ليبقى العلم السوري خفاقا في المحافل الدولية. نعم يعني كثير مهم هذا الكلام. التهرب الضريبي، التهرب الضريبي مرفوض تماما، لأنه أداء الضرائب والرسوم هي واجبات التي أقرها الدستور على المواطن، كما له حقوق عليه واجبات. نعم يعني هي من واجباته أن يطبق، أن يدفع الضريبة المواطن، وأن يلتزم ويعتبر شعور انتماء وموقفه أن يسدد هذه الضرائب. نعم سياسة التتريك والفرنسة التي تبعتها كل من تركيا وفرنسا، طبعا هذا الأمر مرفوض تماما. نعم. والموقف هو الاعتزاز بلغتنا العربية واستخدامها وتمكين أحبتنا الطرف من استخدامها في كل المجالات. نعم. التآمر مع جهات خارجية لزعزعة الأمن الوطني، هذا تعتبر خيانة مرفوضة. مرفوضة. خيانة مرفوضة تماما، والموقف هو الوقوف في وجه هؤلاء ومنعهم من النيل من الوطن السوري. محاولة فرض الهوية الصهيونية على أهلنا في الجولان أيضا مرفوضة، والتمسك الدور أو التمسك والتأكيد على الهوية الوطنية لأبناء جولان السوري. نعم يعني هون كل السوريين، يعني الواحد لما بيشوف يعني دائما عندما فرض الكيان الصهيوني على أحبتنا أو أهلنا في جولان في كل عام يقفوا وقفة احتجاج على رفض هذه الهوية الصهيونية ومهما كانت الأسباب. شكرا لك أستاذ مصعب. أستاذ وضاح، في عنا نشاط آخر نوضحه كمان لأحبتنا الطلبي. أصنف الأخطار والتحديات الآتية التي تواجه الهوية الوطنية: الفضائيات، وسائل التواصل الاجتماعي، الاحتلال، الطائفية، العشائرية، التعصب، التخلف، في الجدول الآتي. يعني نصنفهم شو ممكن يكونوا، شو هي الأخطار. نعم طبعا هو إذا السؤال، ويفضل طبعا أن نحسن قراءة السؤال. أصنف الأخطار تحديات الآتية، إذا هي التحديات المكتوبة أمامنا. نعم. فنبدأ أولا بتصنيفها كأخطار خارجية جاءت من خارج حدود الوطن العربي. نعم. وخارج أيضا حدود سوريا. نعم. وأخطار داخلية هي موجودة أصلا داخل الوطن سوريا إن وجدت طبعا. نعم. الأخطار يعني الخارجية احنا حالينه بالكتاب محلول مشان او خطوه كنموذج خطوه اولى لأحبتنا الطلبي. يعني مثلا الأخطار الخارجية: الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي. نعم. كذلك الاحتلال، فإذا هي أخطار خارجية جاءت من خارج حدود الدولة. نعم. اثرها على الهوية الوطنية والدولة هي تخترق الخصوصيات الوطنية. طبعا هذا يقودنا إلى بحث العودة ومحاولة فرض الإرادات الأخرى على إرادتنا. نعم. طبعا يذكرنا بقول الرئيس الأمريكي بيل كلينتون إن أمريكا تؤمن أن هويتها صالحة لكل الجنس البشري، وعلينا واجب مقدس تحويل العالم إلى صورتنا. فإذا هذا الأمر مرفوض، أثرها في الهوية الوطنية. كيفية مواجهتها طبعا ذكر في الكتاب: الوعي بما تبثه من برامج، والمقصود طبعا ما تبثه من برامج مقصودة أو مدسوسة من أجل تخريب العقول وخاصة جيل الشباب. إذن من برامج وأخبار تهدف إلى طمس هويتنا الوطنية. بالنسبة للتحديات الداخلية كما قلنا هي التي توجد من داخل حدود الدولة. التعصب، وكذلك ذكر لدينا الطائفية، العشائرية، التخلف. أثرها على الهوية الوطنية والدولة طبعا أثرها سوف تؤدي إلى إثارة تفرقة بين أبناء الوطن الواحد. نعم. وممكن أن تؤدي إلى العداء، وممكن أيضا أن تؤدي إلى الخلاف بين أبناء الدولة الواحدة، وبالتالي تمزق الدولة. طبعا من العوامل المهمة لتماسك الدولة الوحدة الوطنية، فإذا هي تفتت الوحدة الوطنية. كيفية مواجهتها طبعا: الوعي بمخاطرها. يعني هون كيفية المواجهة هو استنتاج عظيم. نحن عظيم. أي شيء بيستنجو الطالب نحن مع الطالب، مهم وجهة بما نظر يخدم الغرض. بما يخدم، يعني ممكن يقول لك الطالب مكافحة الفساد، يعني وجهة نظر وفجهة نظر سليمة. سليم. فشو كيف ممكن يعني واجه؟ مثلا الوعي، أولا الوعي بمخاطرها. نعم. وطبعا والعمل على التأكيد على الوحدة الوطنية، وكذلك نبذ كل محاولات التي تؤدي إلى التفرقة بين أبناء الوطن الواحد. فنحن مثلا كمجتمع سوري متآلف متجانس. نعم. منذ آلاف السنين وحتى اليوم والحمد لله.
نعم كريم، يعني إذا هالأخطار والتحديات نحن موجودين قدام الطالب، يعني إذا صنفهم كيف ما رتبهم مبينين، بس في شيء يعني الخطأ مثلا أنه التحدي الخارجي يحطه بالتحدي الداخلي والتحدي الداخلي يحطه خارجي، هون الخطأ صح. ولكن هم منسقين ومرتبين وكيفية مواجهتها سؤال استنتاجي لحتى نحن نوضح انتمائنا الوطني وحبنا لوطننا وانتمائنا إلى الوطن. شكرا أستاذ وضح. أستاذ مصعب، في دور مؤسسات الدولة للدولة دور مؤسسي في تعزيز الوعي بالهوية الوطنية، شو هذا الدور؟ موضحينه نحن فيه وعاملين نشاط على هذا العنوان. بداية نؤكد أن الوعي بأهمية بالهوية الوطنية السورية والالتزام به من شأنه أن يساعد أولا على ترسيخ القيم الاعتزاز بتلك الهوية. ثانيا إذكاء روح التعاون بين أبناء الوطن السوري، حب الفرد، تعزيز حب الفرد لوطنه والانتماء إليه واستعداده للدفاع عنه والتضحية في سبيله، احترام خصوصية الآخرين وقبول الرأي الآخر. وأعطاء حقوقهم بالتساوي، أيضا الحفاظ على الوحدة الوطنية وضرورة صيانتها، لأن الجهل والتخلف والتعصب وكل التحديات الداخلية والخارجية من شأنها أن تضعف الانتماء الوطني وبالتالي تؤثر سلبا على الهوية الوطنية. ومن هنا لابد من المواطن من إدراك أهمية الهوية الوطنية في ترسيخ وتعزيز انتمائه إلى الأرض السورية. والمؤسسات الحكومية في سوريا قامت بدور كبير في سبيل تعزيز الهوية الانتماء للوطن والتأكيد على الهوية والوطنية وكيفية الحفاظ عليها. فمثلا وزارة التربية قامت من خلال المناهج الحديثة المطورة بالتأكيد على الحوار والتواصل بين أبناء الوطن السوري. وأيضا يعني نحن بالوطنية أستاذ مصعب أسف للمقاطعة، بس نحن ركزنا على الهوية الوطنية والانتماء الوطني والانتماء وتقدير الذات والحقوق والواجبات الوطن والمواطني والتنمية المستدامة، يعني ركزنا بالتربية على هذا الجانب. يعني هلأ كمان أضفنا له الثقافة القانونية، ويعني في شيء كل ما يعزز انتماء الفرد إلى وطنه أوجدته وزارة التربية وعم تعمل بتطوير، وخاصة الآن في خطوة كتير متميزة لوزارة التربية هو التعليم المهني. يعني عم بدهم يخرجوا طالب متخرج من المدارس المهنية قادر أن يكون لديه مهنة وأن يمارس هذه المهنة بإتقان وبحرفية عالية. إذن وزارة التربية تقدم كثير من الخدمات وكثير من الأفكار التي تعزز الانتماء الوطني. نعم. وزارة الدفاع، طبعا وزارة الدفاع ممثلة بالجيش العربي السوري التي كاهلة الحمل الكبير في الدفاع عن الوطن واستيعاب كافة مكونات وشرائح المجتمع السوري تحت راية العلم السوري. وزارة الإعلام تقديم البرامج والتي تؤكد على الهوية الوطنية والانتماء الوطني ونبذ كل أشكال التعصب والعنف وكل ما يضعف ذلك الانتماء الوطني ويضعف الهوية الوطنية. وزارة السياحة من خلال التعريف كما ذكرنا تعتبر الثقافة من أهم عناصر الهوية الوطنية، ويقع على تقوم وزارة الثقافة بالتعريف بالتراث المادي بالقلاع وغيرها التاريخية، وأيضا التعريف بالحضارة العربية السورية وما أنتجته. ممتاز الحكي. يعني نحن هون المؤسسات الدولية إن كان وزارة التربية، وزارة الدفاع، وزارة الإعلام، وزارة السياحة، حتى وزارات بقيت الوزارات أخذين هذول مثال. يعني ممكن وزارة الزراعة بتعرفها بالواقع، يعني الآن في طارحين وزارة التربية وزارة الزراعة أن نترك شبر أرض إلا أن يزرع قمح لنأمن
الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، ونؤمن المادة الأساسية لحياة الإنسان في سوريا وهي مادة الخبز. إذن في دور لكل مؤسسات الدولية وكل إنسان في كفرد في المجتمع بمكانه بموقعه بأن يكون لديه الحفاظ على الهوية الوطنية. أستاذ وضح يعني عن الأنشطة والتدريبات، العبارة الأولى الانتماءات الضيقة تضعف الانتماء الوطني. إذن كما قلنا دائما في سؤال الصح والغلط نحاول نتمعن جيدا في قراءة نقرأ. الجملة نعم. ممتاز هذا الكلام. بتفهم طبعا نعم. الانتماءات الضيقة تضعف، انتماءات ضيقة تضعف الانتماء الوطني، فإذا الجملة صحيحة الإجابة. هي تضعف الانتماء الوطني بالعكس نعم. نحن مع الانتماء الوطني بالذات وليس الانتماءات، ليست انتماءات ضيقة يعني انتماءات ضيقة مثلا كالعشائرية مثلا هي تضعف للانتماء إلى الوطن نعم. العبارة الثانية نعم. تؤدي مؤسسات الدولة المختلفة دورا في تعزيز الوعي بالهوية الوطنية، صحيح. وهي أيضا قبل قليل نعم. كنتم تتحدثون عن دور مؤسسات نعم. الدولة ودورها. العبارتين اللي بعدهم الثالثة والرابعة أستاذ الغنى الثقافي يهدد ثقافتنا وانتمائنا الوطني. طبعا ذكرنا في الدرس الماضي أن التنوع الثقافي هو مصدر غنى نعم لثقافتنا وانتمائنا الوطن، وبالتالي الإجابة خاطئة. خاطئة نعم. العبارة اللي جهل المواطن بحقوقه وواجباته يؤثر سلبا في الهوية الوطنية، أيضا العبارة هي عبارة صحيحة. كما ذكرنا لابد من وعي الإنسان أو وعي المواطن بهويته الوطنية وبرموزه الوطنية. نعم ممتاز. أستاذ وضح في من التحديات التي تواجه الهوية الوطنية، اختر الإجابة الصحيحة. طبعا لدينا 4 خيارات: التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية، السيطرة على موارد البلاد، الانفتاح على ثقافات الشعوب، الاعتراف بحقوق الآخرين. طبعا الإجابة الصحيحة هي تحدث عن التحديات، فإذا التحدي هو التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية. نعم. أستاذ مصعب، الوعي بالهوية الوطنية الخيارات هو يعني ألف يكون على حساب التماسك الأسري، يحد المشاركة في الشأن العام، يضعف القدرة على التواصل مع الآخرين، يؤدي إلى الأمن والاستقرار للجميع. الوعي بالهوية الوطنية يؤدي إلى الأمن والاستقرار للجميع. الإجابة هي في الإجابة الرابعة. نعم يعني في عنا تفسيرات واضحة موجودين، إجابات كلهم محددين بالكتاب، والحال اللي موجودين ممكن واضحة، ممكن أحبتنا الطلبة مع زملائنا المدرسين يجروا هذا النشاط. بهيك بنكون نحن انتهينا بالدرس الأول. الدرس الثاني عنا الإدارة المحلية، يعني نحن على الحقيقة حاطين خارطة سوريا ومقسمين للخارطة حسب المناطق الإدارية في سوريا، يعني تقسيم محافظات وليس تقسيم غير تقسيم إداري تقسيم إداري فقط. فهالدرس يعني بيوضح نحن يعني من بهمنا الكل يعرفوا ما المقصود في الإدارة المحلية في سوريا. أستاذ وضح، نوضح هالخارطة لسوريا وشو المقصود في الإدارة المحلية أو مفهوم الإدارة المحلية. نعم. طبعا هذه خارطة سوريا بحدودها، وكما نلاحظ بأنها مقسمة إداريا إلى عدد من المحافظات، طبعا 14 محافظة، كل محافظة تقسم إلى عدد من المدن، وكل مدينة تقسم إلى بلدات، والبلدة يأتي فيها البلدية طبعا والقرية. إذن بدأنا من الوحدات الإدارية الكبرى إلى الصغرى طبعا، وهو موضوع هذا الدرس. لكن قبل البدء في الحديث عن كيفية إدارة الدولة إجمالا وكيفية توزيع الإدارة على الوحدات الإدارية، لابد من البداية أن نقف عند قول السيد الرئيس بشار الأسد أمام رؤساء المجالس المحلية عندما قال إن جوهر ما تهدف إليه الإدارة المحلية هو تحقيق التوازن بين المناطق، ويعني ذلك إعطاء الوحدات الإدارية الصلاحيات لتطوير مناطقها إن كان اقتصاديا أو عمرانيا أو ثقافيا أو خدميا، وكذلك مساهمة في رفع المستوى المعيشي لأبناء كل منطقة في سوريا عبر إقامة مشاريع خاصة بها وعبر تأمين فرص العمل وتخفيف الأعباء عنهم من خلال تقديم كل الخدمات اللازمة لهم. وطبعا هذا سوف يكون جوهر الكلام الذي سنتكلم عنه في مفهوم الإدارة المحلية.
طبعا مفهوم الإدارة المحلية. طبعا بالنسبة للمفهوم لدينا نص، والحقيقة هذا النص يعبر تعبير يعني جميل جدا عن الإدارة المحلية. يعني لدينا قصة اختصرها طبعا عندما كان الجد يشرح، عندما كان هو في المدرسة، كانت المدرسة مؤلفة من ست صفوف فقط أو غرف، ثلاث منها صفوف وثلاث منها إدارية. عدد الطلاب كان قليل جدا يعني بالعشرات، يتولى الإدارة أو يستطيع أن يديرها شخص واحد. فإذا كان الموضوع غير معقد وبسيط، لكن مثلا بالنسبة لحفيده مثلا تطورت الحياة أكثر، أصبحت أكبر، أصبحت معقدة أكثر. المدرسة تتألف مثلا من ثلاث طوابق، وكل طابق فيه العديد من الغرف الصفية، وبالتالي هذا عقد الموضوع أكثر في موضوع الإدارة، وأصبحت المهمة صعبة طبعا في تقديم الخدمة للطالب وفي موضوع الإدارة. ولذلك تم تخصيص أكثر في العمل، فأصبح في كل طابق يوجد موجه ليقوم بأداء واجباته تجاه الطلبة الموجودين ضمن هذا الطابق فقط طبعا، والموجهين هذول مفوضون طبعا للأداء مهامهم، ويتم العودة إلى المدير في القرارات الصعبة. طبعا هذا التشبيه هو نفسه تماما هو الإدارة المحلية. فإذا كما قلنا قبل قليل بأن الدولة قسمت إداريا لمحافظات، والمحافظات قسمت إلى مدن، والمدن قسمت إلى بلدات، وطبعا تحتاج إلى إدارة. إذا بعد زيادة عدد السكان فكان لابد من البحث عن طريقة أو صيغة يتم من خلال الوصول إلى كل المناطق والتعرف على احتياجاتها وإشراك أهل المناطق نفسهم في إدارة الشؤون الداخلية. ولذلك تم إقرار قانون طبعا الإدارة المحلية، نحن نعلم أنه موجود من القديم بعد الاستقلال، سنتحدث عنه بعد قليل. ثم صدر قانون الإدارة المحلية رسميا في عام 71، وطبعا تم التأكيد عليه حديثا القانون 107. طبعا ما هي فكرة الإدارة المحلية؟ يعني نحن نوضح أنه يعني كل هذا الكلام لنوصل لهالنتيجة، ما المقصود في الإدارة المحلية؟ عظيم. هو طبعا توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين السلطات اللا مركزية أو غير المركزية، ونقصد المحافظة أو المدينة. طبعا كيف يتم توزيع المهام؟ عن طريق الانتخابات التي يجب أن تجرى، طبعا انتخابات الإدارة المحلية التي يجب أن تجرى بطريق الانتخاب الحر والديمقراطي طبعا. لكن في النهاية كل هذا العمل يتم برقابة السلطة المركزية. ف كما قلنا قسمت سوريا إداريا لمحافظات، المحافظة لديها مجلس محافظة، مجلس المحافظة إذا خلينا يعني نقول لا مركزي مثلا يرتبط بوزارة مختصة اللي هي وزارة الإدارة المحلية التي تعتبر بمثابة السلطة المركزية التي تشرف على عمل الإدارة المحلية في كل المناطق السورية. يعني باختصار شديد بدي أقول يعني شغلة، الإدارة المحلية المقصود في الإدارة المحلية تقسيم العمل. يعني هالمنطقة لهون بينتخبوا من نفس أبناء المنطقة، يعني أبناء هالبلدي بينتخبوا من أبناء هالبلدي المجلس البلدي، يعني ما بينتخبوا واحد مو من البلدي من هالمجلس البلدي، من رئيس البلدية وكل الأعضاء والعام هني من أبناء هاي البلدية. هالبلدات المناطق المحافظة نفس الشيء، يعني مجلس المحافظة كلهم ينتخبوا من هالمحافظة بمثل هاي المحافظة لإدارة الشؤون المحلية لهذه البلدات. يعني هون بيوجهنا فورا لأنه هاي الإدارة المحلية وارتباطها في الديمقراطية، شو المقصود في أنه الإدارة المحلية والديمقراطية؟ كما ذكر زميل الأستاذ وضاح أن مجالس الإدارة المحلية يتم من خلال انتخاب أعضائها من المواطنين المحليين، وبالتالي تعتبر الإدارة المحلية تجسيدا لمبدأ الديمقراطية الذي يعد فيه الشعب هو مصدر كل سلطة، ويتم تجسيد تلك الديمقراطية من خلال انتخاب ممثلين محليين يتولون إدارة الشؤون المحلية واتخاذ القرارات المتعلقة بحل المشكلات، وأيضا تنظيم الشؤون المتعلقة في المنطقة أو الوحدة الإدارية المحلية. لأن
سكان المحليين تلك الوحدات الإدارية هم الأدرى وهم الأبخن بشؤون بلداتهم واحتياجات مواطنيهم. فالإدارة المحلية أو قانون الإدارة المحلية لعب دورا كبيرا في إعداد المواطنين الديمقراطيين، خلق مناخ ديمقراطي من خلال انتخاب الممثلين الوحدات الإدارية، وأيضا أتاح الفرصة للشباب الصاعد لتولي المناصب الإدارية، وأيضا إبراز العناصر القيادية التي ممكن أن تتحمل المسؤولية وتتولى الإدارات في السلطات المركزية. نعم، يعني في نشاط، بس نوضحه لأحبتنا الطلبة انه نحن يعني هذا النشاط بفهم شو المقصود، انه ليش ديمقراطية وليش مأثرها يعني كتير مهم انه نحن من خلال بفهم انه لما بدلي بصوتي اللي بدلي بصوته هو تعبير عن، لو ممكن يقول والله ناجحين نحن عندنا كتير من هذا الموضوع، انه لا صوتي ممكن أن يكون مؤثر وله دور، أكيد وأشعر أن صوتي مؤثر عندما أمارس دوري في هذا المجال. الممارسات الإدارة المحلية، مشاركة المواطنين، الأثر الديمقراطي الذي تتركه هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين لإدارة شؤونهم، نعم، لأنهم هم الأدرى باحتياجاتهم. نعم. الانتخابات الحرة، الأثر الديمقراطي، تمثيل المنتخبين بشكل صادق وسليم للمجتمع المحلي، معرفة الناخبين المرشحين، وصول الشخص المناسب إلى المكان المناسب، اتخاذ قرارات على المستوى المحلي من شأنها إتاحة فرصة للمواطنين للمشاركة، نعم، للمشاركة وخلق جو من الحرية في إدارة شؤونهم. نعم. إعداد القادة الإداريين، إعداد هو قادة إداريين قادرين على تحمل المسؤولية وفي المناصب في الإدارة المركزية. نعم، يعني هون نحن حاطين طبعا في خيارات أخرى للإجابات. نعم. نتركها للطالب. ممتاز، أنا يعني هذا اللي كنت بدي أشير له بهذا النشاط، إنه نحن مجاوبين له على إجابات متعددة، إنه شو ما أجاب هون لفهم الأثر الديمقراطي الذي تتوقع مؤسسة الإدارة المحلية. نعم. أستاذ وضح، الإدارة المحلية وترسيخ الوحدة الوطنية. نعم. نحن تكلمنا عن الإدارة المحلية، طبعا عن ترسيخ الوحدة الوطنية. أولا يجب أن نتكلم عن مكونات الوحدة الوطنية، ما هي مكونات الوحدة الوطنية؟ لدينا المواطنة والتمثيل والمشاركة وعدالة توزيع الموارد والثروات، وكذلك السياسات الوطنية وإعداد قيادات وطنية. نبدأ أولا عندما نقول أن القيادات المحلية هي الأكثر معرفة بمناطقها، وبالتالي طبعا تكلم قبل قليل بتفصيل أكثر زميل الأستاذ مصعب عن دور القيادات المحلية، هي الأكثر طبعا معرفة بمناطقها، وبالتالي هي الأكثر قدرة على الاشتراك بوضع الخطط والإشارة إلى ما تحتاج إليه، فهذا نستطيع أن نضع عنوان لها السياسات الوطنية. نعم. إعداد القيادات الوطنية أيضا تكلمنا عنه، ممكن أن يتم إعداد قيادات، وتكلمتم قبل قليل عن موضوع ممكن إشراك الشباب في تولي مهام قيادية، وبالتالي عندما يكون هو متدرب في البداية في المجتمع المحلي ثم تكون لديه الخبرة حتى يصبح عارف بالشأن العام، وبالتالي يمكن أن يتولى سلطات ومهام في الإدارة المركزية. عندما نقول تسهم الإدارة بترسيخ الثقة لدى المواطن واحترام رغباته في التمثيل وفي المشاركة، وكذلك الإحساس بالانتماء إلى الوطن، هذا يصنف ضمن عنوان التمثيل والمشاركة من مكونات الوحدة الوطنية. نعم. عندما نقول تؤمن السياسة المحلية توزيعا أكثر عدالة للموارد بين المواطنين، طبعا من هذه الجملة يتبين لنا بأن العنوان هو العدالة في توزيع الموارد، منح المواطنين الصلاحيات والمسؤوليات لإدارة شؤونهم الذاتية، ينمي شعور الثقة المتبادل بين المواطن والدولة لحصولهم على الحقوق وقيامهم بالواجبات. طبعا الحقوق والواجبات، إذا نحن نتكلم عن مفهوم المواطنة،
يعني نحن حطينا عناوين انه هون الوحده الوطنيه، بدنا نفسر شو هي الوحده الوطنيه. الاداره الاداره المحليه ترسخ هذه الوحده الوطنيه. نحن حاطين له معلومات، هو يعنون هذه المعلومات وعطينه مثال اعداد قيادات وطنيه. يعني حكيت حضرتك انه والاستاذ مصعب دور الشباب وكيف الانتماء وكيف انا بحس انه انا انتمي الى هذا الوطن حتى يكون في واقع افضل لنا من خلال هذه الاداره المحلية. نوضح يعني هلا نحن يعني حكينا عن دورة، لكن الآن في إلى مجالس من مجلس المحافظة حتى مجلس البلدي، نوضحهم لأحبتنا الطلبي لو سمحت. القانون الإدارة المحلية هو ليس جديد، هو قانون قديم، تم إيجاد أول قانون الإدارة المحلية بعد استقلال سوريا وعرف بقانون البلديات والمخاتير. وبعد قيام الحركة التصحيحية عام 1970 وضع قانون رقم 15 الذي ينظم الإدارة المحلية، وفي عام 2011 صدر القانون 107 الذي ينظم الإدارة المحلية. ونص هذا القانون على أن الجمهورية العربية السورية تتكون من وحدات إدارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتشرف عليها الحكومة المركزية في العاصمة دمشق. وهذه الوحدات الإدارية تتألف من المحافظة، المدينة، البلدة والبلدية، ولكل وحدة إدارية مجلس إداري أو مجلس بلدي أو مجلس محلي يتولى إدارة شؤونها، ويتألف من أعضاء يتم انتخابهم من قبل المواطنين بالانتخاب المباشر والعلني والمتساوي. التقسيمات الإدارية في سوريا هي المحافظة، والمحافظة المقصود بها ليس فقط مركز المحافظة، بل كافة المناطق والقرى والبلدات التي تضمها المحافظة، أي الإطار الجغرافي الذي يضم المحافظة. وهذه المحافظة يتولى إدارتها مجلس المحافظة الذي يتكون أعضاؤه ما بين 50 إلى 100 عضو، بحيث يكون لكل 10,000 مواطن ممثل واحد. الوحدة الإدارية الثانية الأصغر وهي المدينة، وإما أن تكون مركز المحافظة أو أن تكون مركز منطقة. وهذه المدينة هي عبارة عن تجمع سكاني يزيد عدد سكانه عن 50,000. مهم جدا التركيز بالأرقام حتى نميز التقسيمات الوحدات الإدارية ما بين المدينة وما بين المحافظة وما بين البلدة. يتذكروا لا يعني ليك نحن ما لا مو يعني تقريبا نحن حتى محاطين الإجابة بس تقريبا والإجابات متباعدة جدا يعني الفرق بين المدينة 5,000 يتذكر 50,000 يعني 5,000 قرية، أما 50,000 مدينة يعني أرقام متباعدة. وهذا التذكر يعني نحن مهارات بالتقويم والقياس. إذا المدينة تجمع سكانها يزيد عن سكان أكثر من 50,000، يتولى إدارتها مجلس محلي لا يقل عدد أعضاءه عن 25 ولا يزيد عن 50، بحيث يكون لكل 4,000 مواطن ممثل واحد. الوحدة الإدارية الأصغر مثل المدينة هي البلدة، وهي كل مركز ناحية أو تجمع سكاني يتراوح عدد سكانه ما بين 10,001 إلى 50,000. أيضا يتولى مجلس محلي عدد أعضاء لا يقل عن 10 ولا يزيد عن 25، بحيث يكون لكل 2,000 مواطن ممثل واحد. أما أصغر وحدات إدارية فهي البلدية، وهي تجمع سكاني يضم عدد سكان يتراوح من 5,000 لل10,000، وعدد أعضاء المجلس البلدي 10 أعضاء. يعني والله صعبين يعني انت عم تحكي ارقام يعني هي يعني هلا الطالب بده يعرف انه الاقل شيء البلدي بعدين اكثر البلدية 5,000 البلدة من 10 من 10 ل 50 المدينة 50 المحافظة عدد سكان اكبر. يعني استاذ وضاح هالمجالس هذول لهم مهام، ما هي مهام مجالس الإدارة المحلية في سوريا؟ طبعا نلاحظ هناك مهام لمجلس المحافظة وهناك مهام لمجلس المدينة والبلدة والبلدية. بالنسبة لمجلس المحافظة وكونه هو الأكبر يمثل المحافظة بأكملها،
وضع أسس استثمار الثروات المحلية، ونقصد الثروات الموجودة ضمن إطار المحافظة الواحدة. طبعا في المحافظة السورية كل محافظة تميز بشيء من الثروات، كيفية استثمار هذه الثروات. طبعا وضع خطط أيضا لإدارة كوارث، بعض المناطق ممكن معرضة لمثلا غزارة في الأمطار تؤدي إلى سيول، شدة الرياح إلى آخر، كيفية مواجهتها، أو ممكن مثلا كيفية التعويض. أيضا تهتم بموضوع استجرار القروض، وكذلك تهتم بموضوع استقبال المنح والهبات والتبرعات، وكذلك تنسيق العمل والاتصال مع مجالس المحافظات الأخرى، وكذلك إحداث مركز لخدمة المواطن على مستوى المحافظة. إذن هذا مجلس محافظة، مجلس المحافظة وهو نعم. الأكبر نعم. وهو الأكبر. ننتقل للمجالس طبعا الأصغر إداريا، مجالس المدن والبلدات والبلديات، طبعا لديها أيضا مهام محددة. الموافقة على الأنظمة المعمارية طبعا محددة ضمن كل منطقة، يعني على سبيل المثال نسمع مثلا في بعض القرى والبلدات أن هذه الأراضي مثلا زراعية وغير معدة للبناء، كيفية تنظيم مثلا مناطق البناء فصلها عن مناطق الزراعية. الإشراف على خطط الدفاع المدني والحماية من الكوارث كما تحدثنا عنها قبل قليل، لكن قبل قليل كنا نتكلم على مستوى المحافظة، الآن نتكلم على مستوى المدينة أو البلدة. كذلك مراقبة التقيد بالأمن الصناعي والشروط الصحية الواجب توافرها ضمن المنشآت الصناعية طبعا ومواقع المنشآت الصناعية، طبعا كون كثير من المنشآت ملوثة للبيئة وبالتالي ملوثة للإنسان للمحاصيل وللثروات الحيوانية، يعني تحديد مناطق الصناعية. نعم. إحداث مراكز خدمة المواطن ضمن المدينة أو ضمن البلدة، ورعاية الشباب طبعا وتأمين الأماكن المخصصة لهم من أجل ممارسة نشاطاتهم المختلفة ضمن أندية رياضية محددة أو مختصة. يعني نحن حاطين مستطيل كبير، حاطين مهام مجالس المحافظة، مقسمين شو هي مهام اختصاصات مجلس المدينة وشو هي البلدي والبلديات اختصاصات، ولكن كلهم وعطين صلاحيات، يعني مقسمين الصلاحيات بين بعض البعض لخدمة المناطق، وأن يكون لها دور أفضل في المجتمع. أستاذ مصعب، هل عبارات الصح والغلط في نهاية الدرس أنه يعني أعضاء مجالس الإدارة المحلية يعين أعضاء مجالس الإدارة المحلية بقرار من وزير الإدارة المحلي، كما ذكرنا بالدرس أن أعضاء مجالس المحلية يتم انتخابهم من قبل الشعب، نعم، بالاقتراع المباشر انتخاب، إذن لا يعين، لا يعين. إذن العبارة خاطئة. ممتاز هذا الكلام. العبارة اللي بعدها أستاذ وضح. المدينة تجمع سكان يتراوح عدد سكانه بين 10,000 و50,000 طبعا يعني بدي يرجع دققت على موضوع الأرقام، طبعا عدد السكان يزيد على 50,000، إذن الجملة أو العبارة خاطئة. العبارة الثالثة أستاذ، تطبيق نظام الإدارة المحلية يكرس الوحدة الوطنية، كما رأينا نعم أنه يكرس الوحدة الوطنية، يكرس إذن العبارة صحيحة. نعم. العبارة اللي بعدها أستاذ، تطبيق الإدارة المحلية في سوريا تجعل الشعب يحكم نفسه بنفسه، طبعا تحدثنا عن العلاقة بين الإدارة المحلية والديمقراطية، فإذا الجملة صحيحة. الجملة ممتازة هذا الكلام. بالإختر الإجابة الصحيحة الفكرة الأولى، إحدى الوحدات الإدارية الآتية ليس لديها مجلس إدارة محلي: المدينة، القرية، البلدة، البلدية. الإجابة هي القرية. قانون الإدارة المحلية ذكر الوحدات الإدارية هي المحافظة، المدينة، بلدة، بلدية، ولم يذكر القرية. القرية نعم. إذن القرية هي الإجابة، ليس الإجابة المستبعدة. نعم. الإجابة المستبعدة طبعا، المستبعدة أنه هي مانع من الوحدات، ليس لها مجلس إدارة محلي. نعم. الفكرة اللي بعدها أستاذ، ليس من اختصاص مجلس البلدية، طبعا معطينا أولا رعاية الشباب، ثانيا الأحداث مركز خدمة المواطن، التعاون مع مجالس المحافظات الأخرى، الموافقة على الأنظمة المعمارية، طبعا الإجابة هي التعاون مع مجالس المحافظات الأخرى. طبعا مجلس البلدية غير مخول، وأن مجلس المحافظة هو المخول بالتعاون مع مجالس
المحافظات الأخرى. شكرا لك. يعني نحن الوحدات الإدارية الجمهورية العربية السورية ومجالس واضحين، خرطنا فهيم، محافظة مجلس محافظة، مدينة نعم. مجلس مدينة، بلدة مجلس بلدة، بلدية نعم. مجلس بلدية. واضحين يعني، وهذول نعم. ما فيهم شيء يعني. وقتنا كمان انتهى مع نهاية نعم. الوحدة الثانية. بتمنى نحن لأحبتنا الطلبي أنه يعني نحن نهينا كل ما هو مقرر في الفصل الأول للعام الدراسي 2020-2021. إن شاء الله في ندوات كمان بالفصل الثاني لأحبتنا لطلاب الصف التاسع الأساسي على المنهج الحديث. بتشكركم أستاذ وضاح الحسيني مدرس في تربية دمشق، شكرا لك. شكرا. والأستاذ مصعب العقاب مدرس في تربية درعا، شكرا لكم. شكرا. وكل الشكر لكم أحبتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.